كاين الرقم ديال وزاره الصحه اللي هو سيتون استيماسيون يعني تقديري ديال ما بين 21 و22 الف شخص حامل فيروس السيدا. ملي الزوج ديالي توفى في 2016 عرفت بان الزوج ديالي توفى بفيروس السيدا، درت تحليل لقيت راسي انا مصابه. الشخص المتعايش مع فيروس السيدا الان ما عندوش مشكل مع الصحه ديالو، ما عندوش مشكل مع الدواء، ما عنده مشكل مع حتى شي حاجه مرتبطه بالمرض بحد ذاته، عنده مشكل مع الناس عندك يعرفوه مريض. ما قدرتش نقولها لهم حيت البشر ما كيرحمش. ولكن ما يمكن ليناش نقولوا بان اليوم شخص حامل فيروس السيدا ولا متعايش مع فيروس السيدا في المغرب انه يمكن يعلن عليها في المكان ومع من المكان. خفت ما يبقاوش يجيو عندي ولاو يخافوا مني ياكلوا معايا. فاش يلاه بدا الحجر الصحي كان التخوف الاكبر هو كيفاش غياخذوا الدويات ديالهم هما قرب يسالي لهم. نورا مجاد رئيسة فرع الدار البيضاء لجمعية محاربة السيدا. الوغ اللي تبدل هو انه ما بقيناش تنخدموا مجموعين، دونك العدد ديال الاشخاص اللي تيشتغلوا نقص. الترتيبات ديالنا كلها الداخلية تبدلات، خصنا نحضيو مزيان مع 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 المشكل ديال الفيروس، وبالتالي كنشتغلوا بالتليفون اكثر من اننا كنشتغلوا هكا مباشره. لحد الان ما كاين حتى شي دراسه اللي كتبرهن على انه هاد الاشخاص اكثر عرضه للكورونا فيروس مقارنه مع الاشخاص العادي. تضامنا مع المستفيدين ديالنا ما يمكن ليناش نخليوهم يخرجوا ويجيو يتعذبوا حتى لهنا، لان كاين بعد وكنضمنوا ولا كنتبعوا الاشخاص اللي كاينين في الجهه ديال الدار البيضاء سطات، اذا ماشي ناس قراب وما غادي كاين اللي ما غاديش يقدر يجي لان كاين الحجر الصحي، ممكن شي يجي من المحمديه او من سطات الى اخره. وكاين الناس واخا كاينين في احيائنا في وسط الدار البيضاء ما يمكن لهمش يجيو. وحنا باش نساهموا اكثر في الوقايه من الكورونا كنفضلوا اننا حنا ناخذوا الاحتياطات ديالنا وحنا نديبلاصاو لعندهم، حنا نمشيو عندهم حتى لديورهم او لما كان قريب من حدا الدار الا ما بغاوش العائلات ديالهم يشوفوهم، باش يمكن لينا نوفروا لهم ونعطيوهم الدواء ديالهم. حنا المستفيدين ديالنا مثلا في 2019 قدرنا اننا نعطيو خدمات اجتماعيه طبيه ونفسيه لاكثر من 1100 شخص. وبالنسبه لهاد لا بيريود ديال الحجر الصحي، هاد الفتره ديال الحجر الصحي، قدرنا اننا نعطيو لهاد الناس نوصلوا لهم لديورهم 205 الاشخاص وصلنا لهم لديورهم الادويه ديالهم. نفس طريقه الاشتغال كاينه في جميع الفروع ديالنا، عندنا 19 فرع في المغرب، نفس الطريقه اللي كنخدموا بها، لانه خصنا نوحدوا طريقه الاشتغال، وخص الاشخاص المصابين كانوا في اكادير ولا كانوا في الدار البيضاء ولا في بني ملال كيستافدوا من نفس الخدمات بنفس الجوده. فاش يلاه بدا الحجر الصحي كان التخوف الاكبر هو كيفاش غياخذوا الدويات ديالهم هما قرب يسالي لهم الدواء. هذا هو كان الهاجس الوحيد. ملي عرفوا باننا حنا ما عندنا حتى شي مشكل غير ننسقوا معاهم ويعطيونا الرقم ديال التتبع ديالهم باش يمكننا ننسقوا مع الطبيب المعالج، كيمكننا نوصل لهم بكل سهوله الدواء ديالهم. وحتى الناس اللي مثلا شخص متابع هنا في الدار البيضاء ولكن حصل في مدينه اخرى، كنصيفطوا ليه الدواء ديالو في احد الشركات ديال الارساليات. عندنا 4 ديال الوسطاء علاجي، عندنا 4 ديال الوسطاء، جوج ديال الوسطاء علاجيين وجوج ديال الوسطاء اجتماعيين. هناك ايضا جوج ديال الاخصائيات النفسيات اللي كيتابعوا كيواكبوا هذه المساله عبر الهاتف بالدعم النفسي والدعم الاجتماعي. كاين ايضا فريق ديال المتطوعين اللي ساهرين على هذه المساله هذه. اذا نقدروا نقولوا باننا حنا واحد 10 الاشخاص اللي تنشتغلوا على هذه المساله هذه. طبعا حنا في المشاريع اللي عندنا سواء الوقائيه او ديال التكفل للاشخاص المصابين او للمتعايشين بفيروس السيدا، عندنا ممولين اللي كيعطيونا فلوس باش نخسروهم في واحد الاشياء معينه، في واحد الخدمات معينه. اذا ما يمكنش اننا ناخذو من دوك الفلوس ونصرفوهم في حوايج اللي مرتبطه بالكوفيد 19. اذا شنو درنا؟ شفنا مع ممولين اخرين انهم ساهموا معنا، كهاد الممولين اللي قلت لك
دابا انهم ساهموا معنا بشي حاجات باش يمكن لينا نوفروا هذه الخدمه، لان الا ما درناش هكذا ما غاديش يمكن نوفروها. مع انه العمل اللي تيقوموا به هاد 10 الاشخاص اللي قلت لك هو عمل تطوعي، يعني ماشي باش نخلصوا هاد الناس هادو، وانما باش ناسوريو جميع الاحتياجات اللي كاينه اللي هي خاصه بهاد الفتره ديال الحجر الصحي. ما عنديش الرقم بالضبط ديال الاشخاص المتعايشين في الدار البيضاء، لان هادشي غيكون عند وزاره الصحه. انا تنهضر على الاشخاص المتعايشين مع الفيروس اللي تيجيو عندنا لهنا واللي تيستافدوا معنا، حيت كاين اشخاص اخرين اللي ما تيبغيوش يجيو، كيبغيو كيخافوا على راسهم يعرفهم شي واحد يشوفهم شي واحد داخل لهنا. اذا ما غيمكنليش نعطيك العدد اكزاكت ديال الدار البيضاء بوحدها. المغرب ما عندكش رقم؟ الوغ المغرب كاين الرقم ديال وزاره الصحه اللي هو سيتون استيماسيون، يعني تقديري، ديال ما بين 21 و 22 الف شخص حامل فيروس السيدا. تلقات منهم 70% من هاد الاشخاص اللي هما متابعين حاليا، نوق باقا 30% اللي خصنا نضلوا ونخدموا في لو تيران باش يمكن لينا بخلال ديبيستاج من خلال التحليله اننا نوصلوا لهاد الناس اللي باقي ما وصلوش، اللي باقي ما عارفينش راسهم بان حامل الفيروس ديال السيدا. نقدروا نقولوا بان كاين واحد شويه ديال التغيير، شويه ديال التغيير مقارنه مع التسعينيات وحتى 2010، بحكم الاحتكاك مع هاد الاشخاص كاين شويه ديال التغيير بحكم هاد لي ريزو سوسيو، الانفتاح، الانترنت، اتسيتيرا. ولكن ما يمكن ليناش نقولوا بان اليوم شخص حامل فيروس السيدا ولا متعايش مع فيروس السيدا في المغرب انه يمكن يعلن عليها فين ما كان ومع من ما كان، وراه غادي يحسبوه الناس بحاله بحال اي واحد عنده مرض مزمن. مازال خصنا الخدمه، مازال خصنا نضلوا في هذه القضيه هذه باش نقدروا نحافظوا على هاد الناس ونحافظوا على الحقوق ديالهم. الوغ لان دائما في العقلية العربية والمغربية خاصة أنه هاد المرض هذا مرتبط بالجنس، وكل ما هو مرتبط بالجنس تكون واحد الحاجة اللي طابو، شي حاجة اللي ممكنش نهضروا عليها، شي حاجة اللي ممكنش نصرحوا بها. وبالتالي خصوصا ملي كتكون شي بنت ولا شي امرأة، دونك باش تقدر تكمل حياتها بسلام نفسي كتخبي، لان الشخص المتعايش مع فيروس السيدا الان ما عندوش مشكل مع الصحه ديالو، ما عندوش مشكل مع الدواء، ما عنده مشكل مع حتى شي حاجه مرتبطه بالمرض بحد ذاته، عنده مشكل مع الناس، عندك يعرفوه مريض. هذا هو النقطه السوداء اللي كاينه في القضيه ديال اللي عند الاشخاص المتعايشين بفيروس السيدا. اوكي، والثقه ديالك اللي ديال انا متعايشه مع الفيروس، متزوجة وعندي جوج وليدات، الزوج ديالي توفى بهذا الفيروس، اكتشف شخصي في 2016، بقيت متبعة في السبيطار. ملي الزوج ديالي توفى في 2016 عرفت بأن الزوج ديالي توفى بفيروس السيدا، درت تحليل لقيت راسي أنا مصابة، ما قدرتش نصابها عائلتي، ما قدرتش نصرع عائلتي، ولادي ما فراسهمش، ولادي الحمد لله ما مصابينش، انا اللي مصاب وهو مرض، ولكن هما ما غاديش يتقبلوا، ما قدرتش نوصل لهم. هذا 4 سنين وانا مطرق عليهم الخبر، ما قدرتش نقولها لهم حيت البشر ما كيرحمش. علاش نخفتي؟ خفت ما يبقاوش يجيو عندي، ولاو يخافوا مني ياكلوا معايا، يعني كاين الاول هي السيده ما كتعاديش في الماكله ولا ناكل معاك نشرب معاك، ولكن هما ما فاهمينش هذا الشيء. في هذا الكونفينمون هذا كيفاش كتوصلي بالدواء ديالك؟ في هذا الكونفينمون الحمد لله ما كنقدرش نخرج بحكم ان المناعه ديالي على قد الحال، كنعيط على المساعدات كيجيبوا لي الدواء الحمد لله حتى لهنايا للدار، وكيساعدوني حتى في المواد الغذائيه، حتى هي المساعدات كاينه في ديال المواد الغذائيه كيجيبوها لي حتى لهنايا. كاين جوج ديال 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 المسارات ديال اولا الكيفيه ديال البدايه ديال التكفل بهذ الاشخاص.
اما كيجيو للفرع هنا وكيبغيو يديروا التحليله باش يشوفوا واش راسهم مرض، وبالتالي الطبيب اللي كاين ولا الطاقم اللي كاين في الجمعيه والاخصائيين النفسيين كيقوموا بالدعم النفسي وكيحاولوا يشرحوا المرض الى اخره، كيتم الارسال ديالو او التوجيه ديالو للمستشفى باش يقدر يتبع في القسم ديال الامراض التعفنيه باش يقدر يبدا العلاج ديالو. وكاينين الناس اللي كيمرضوا وكينعسوا في السبيطار، ومن خلال التحاليل اللي كيداروا كيكونوا كيلقاوهم بانهم اشخاص مصابين. حنا في السبيطار عندنا الفريق ديالنا سور بلاس، دونك دازوا من عندنا من المقر الجمعيه اولا دازوا من السبيطار، كاين الفريق ديالنا سور بلاس اللي غادي يتكلف بالجانب النفسي الاجتماعي. وطبعا الاشخاص كتختلف، انا غنتصدم بزاف، واحد غيتصدم شويه، واحد غادي يغمى عليه، واحد غادي يفكر شنو غيقول لعائلته، واحد غيفكر في الانتحار، واحد غيفكر. اذا عندنا حالات كثيره، وكاين مثلا اللي كيتقبلها لان عارف مثلا انه كان عنده علاقات جنسيه بزاف غير محميه، وبالتالي كان من المنتظر انه يكون عنده. دونك حنا كنحاولوا ما امكن ان هاد الناس نكثروا من المواكبه النفسيه الاجتماعيه حتى نحسوا بهم انهم بداو تيتقبلوا المرض ديالهم. شنو الرساله اللي تبغي توجهها للناس اللي بحالك فيهم هاد المرض هذا؟ وشنو تبغي تقولي للمغاربه بخصوص هاد المرض؟ كنبغي نقول المغاربه بخصوص هذا المرض بانهم يديروا كشف قبل ما يعرفوا راسهم بانهم فيهم السيله، يديروا التحاليل، يديروا التحليل ضروري من التحليل حيت السيله ما كديرش العلامات.